وسام ناطرنا عند سيارة مامي. ما تفوتي على الباب، صف صف على اليمين. خلص خلص، طفي اضويتك، طفي اضويتك. الله، ده انت بتصيعي بقى جو. ماشي الله، شو بكره وما بطيقه، كان بعد ناقصني هو. هيدا هو اكيد شافنا. لا اكيد ما شافنا، لانه انا طفيت الاضوية اول ما وصلنا. انت سيارتك صفرة مثل البروجيكتور، اكيد شافنا. بلا هبلك، ردي عليه، خدي نفس، وكانه عم ندرس هلا بالبيت. يلا نعم. وجود انت فين؟ انا مستنيكي تحت. مين قالك تجي هلا بعد ما خلصنا درس؟ روح ورجع بعد ساعة. معلش مش هقدر استنى، لازم اروح على البيت دلوقتي. عن جد انك وقح. انا بقرر اي ساعة بدي ارجع على البيت. انت بس شوفير، بس دق لك بتجي. طب دلوقتي الساعه بقت 10، تحب اجي لسموك الساعه كام؟ قلت لك بعد ساعه. بتذاكري انت؟ ربنا يوفقك. سلام، باي. صمتنا. قلت لك ما انه عارف شيء من شيء. الله اجا، قلت لك شافنا. لا والله واضح انكم بتذاكروا. انت مش على اساس عند الهانم فوق؟ ما خصك شو عم نعمل، هلا طالعين ندرس، رجع بعد ساعة. يا بنتي انت ما بتحسيش بنفسك غير لما بتكذبي، وبتكذبي على امك. انت ما تستاهليش ام زي دي على فكرة. عاملة لك كل حاجة بس عشان تنجحي. ييي بلش هلا محاضرات، شو عملنا يعني؟ صرنا ثلاث ساعات عم ندرس، تعبنا، رحنا تنقزر شوي، اكلنا ايس كريم ورجعنا. صدقتك انا كده ها؟ وانت نفسك ما جاتش غير على الايس كريم في البرد ده؟ مش مجبورة اجاوبك. يلا مشي انجريد. مش هتفرق معاكي ساعة مذاكرة واحدة، يلا عشان لازم اصحى بدري. مش مشكلتي، ما حدا جبرك تشتغل هالشغلة. يا فرنساس مش كل الناس زيك اتولدوا اللي بيحلموا بيه بيلاقوه. أنا مضطر بس أشتغل الشغلانة دي عشان أدفع مصاريف الجامعة. يا الله وقف شعر بدني قد ما تأثرت. جود، هتمشي معايا ولا لأ؟ لأ، رجع بعد ساعة. ماشي انجريد. Thank you.